حواس الجاسم أبو كسار وجيه ممثل بلدة الباغوز أمين سر مجلس تجمع عشائر الوكمال في الخط الشرقي جزيرة. من هذا المنبر احنا بشمال وشرق سوريا وفي شرق دير الزور خصوصا وباسمي وباسم كل المنظمات الإنسانية في المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني وباسم مجلس تجمع عشائر الوكمال وباسم كل القائمين بالمنطقة من شباب ورجال وكل التجمعات الموجودة نطالب كل دول العالم، نطالب الدول الصديقة أيضاً، دول التحالف الدولي، الأمم المتحدة أن توقف هذا العدوان الجائر والظالم الذي هو استعمر الوطن العربي أكثر من 400 عام ويحاول أردوغان وحكومته أن يعيدوا أمجادهم بالتسلط على الأراضي السورية والتسلق إلى الدول العربية متراً متراً. نطالب بهم وقفة مشرفة، وقفة حقيقية بكل العالم بالتصدي ووقوف العدوان التركي اللي تحضر له تركيا في هذه الظروف وفي هذه الأيام لغزو واجتياح باقي ما تبقى من الأراضي السورية وهي بحجة مكافحة الإرهاب. أرفض هذا العدوان رفضا قاطعا على أي شبر من الأراضي السورية سواء تحت الإدارة الذاتية أو تحت أي مسمى في سوريا بشكل عام. الأراضي السورية نحن نطالب بالحفاظ عليها أرضا وشعبا وحكومة في الإدارة الذاتية، هذا مطلب شعبي عام. أيضا نطالب دول العالم، الدول كلها، الدول الصديقة، نطالب الأمم المتحدة، نطالب مجلس الأمن بشكل عام، القوى الفاعلة من التحالف الدولي أن تراعي ظروف القائد عبد الله أوجلان واحتبازه القصري منذ عشرات السنين في السجون التركية، وهذا يعتبر جريمة حرب بحد ذاته. عبد الله أوجلان نحن على معرفة به منذ عشرات السنين رجل طالب بالقومية، طالب بالحرية لكل مقومات الشعوب وليس للكرد حصرا، وإله شعارات منذ الثمانينات عندما كان يقيم في سوريا. لاحظنا أنه عبد الله أوجلان ليس يطالب للكرد فقط وإنما يطالب لكل المجتمع العربي والمجتمع السوري، يطالب بالحرية، يطالب بالاستغلال، يطالب بحرية الشعوب، يناضل من أجل التكاتف واللحمة في السورية. فنحن نطالب هاي الدول الراعية أن إطلاق القائد عبد الله أوجلان، وعبد الله أوجلان شخصية تعتبر تاريخية بالنسبة لكل إنسان ينادي بالقومية وبالحرية وبالديمقراطية إذا كان متابع من هو عبد الله أوجلان ومن هو مؤسس الفكر القومي العربي هو عبد الله أوجلان، هذا لا حد لا غبار عليه. لذلك احنا نطالب كل دول العالم بهذا الأمر والاستعجال بافتكاء فك الحاجز عنه والسماح له بالزيارات ودخول المحامين له وأن يكون له منبر خاص، ومع قوات الجريلا التي هي الآن تقاتل وتناضل أيضا صفا إلى صف مع قوات سوريا الديمقراطية مع قوات حزب الحزب الكردستان حزب العمال الكردستاني. فهذه قوات الجريلا موجودة على الأرض وأيضا نحن نساندها بشكل علني ورسمي، ونحن بكل مقوماتنا وبكل طوائفنا سواء العشائرية والمجتمعية نقف مع الإدارة الذاتية مع قوات سوريا الديمقراطية صفا واحدا لصد الهجوم والعدوان التركي على الأراضي السورية سواء وعلى شمال وشرق سوريا بشكل خاص. ديب خليف داود من أهل بلدة الباغوز وجيها عشيرة المراسمة، ندين ونستنكر الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا على سوريا عموما. احنا شعوب نحب الحرية والديمقراطية لا للحروب، لا للعنف، لا للشيء. احنا نريد الحرية ونعيش بأمن وأمان وسلام. تركيا تحاول سلب الحرية والتهيمن على الأراضي وعادة العثمانيين وكل يعني شعب سوري واحد واحد، ولا نريد الاحتلال التركي، وندين ونستنكر الاحتلال التركي. وإحنا سوف نقف مع قوات سوريا الديمقراطية كشيوخ عشائر وجهاء مثقفين فلاحين، نقف مع قوات سوريا الديمقراطية ضد أي عدوان تركي على شمال وشرق سوريا وعلى سوريا عموما، وأي تدخل وأي تدخل ثاني من يمس أمننا واستقرارنا احنا نرفض رفض كامل.
مستعدين لحمل السلاح لوقوف الجبهة مع قوات سوريا الديمقراطية ضد أي هجمات تركية، ونطالب الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والأمة العربية والإسلامية كليتها نناشد وقوفهم معنا ضد الاحتلال التركي وهجمات الاحتلال التركي وقصف الاحتلال التركي وتحشدات الاحتلال التركي، وإحنا مستعدين نحمل السلاح ضد أي هجوم تركي على شعب شمال وشرق سوريا.